العصب السابع للكاتبة شمائل النور، والتي جاءت اليوم بعنوان آلية. تستهل شمائل النور زاويتها بالقول آلية لإدارة الأزمة الاقتصادية، أيا كان من يرأسها، ما الذي يمكن أن تفعله الآلية ولا تفعله وزارة القطاع الاقتصادي. ولافت أنه وبعد الإعلان عن الآلية وردت الأنباء والتي تتحدث عن مداهمات وحصار لتجار العملة، وهي ذات الإجراءات التي كان يتبعها المخلوع وجهاز أمنه تجاه حل الأزمة. وتمضي شمائل النور فتقول الأزمة الاقتصادية المتجذرة لن تجدي معها الحلول الأمنية، بل ستضعف تعقيدها أكثر، ولا يعتقد أحد أن الأزمة الماثلة حاليا ستحل بالأساليب التي تتبعها حاليا الحكومة. وتوصل شمائل النور زاويتها الطبيعي أن تكون هناك رؤية اقتصادية واضحة للحكومة، وأن تكون هناك رؤية واضحة للحرية والتغيير، وأن يكون هناك برنامج من العمل الواضح لكل وزارات القطاع الاقتصادي وفقا للتخصصات حتى قبل قيام المؤتمر الاقتصادي المتوقع. وتستمر شمائل النور فتقول: أعلن نائب مدير الشركة السودانية للمعادن مبارك أردول أن الوزارة ستعلن عن حملة جرام للوطن. ما نحتاجه ليس حملة جرام للوطن، بل حملة تضغط لولاية وزارة المالية على المال العام، هذا أس الحل. وتختم شمائل النور زاويتها بالقول: وقبلها تداولت مواقع التواصل الاجتماعي حملة شبيهة خاصة بالمغتربين لجمع أموال من المواطنين لتسيير البلاد، هذا وذاك لن يكون مفيدا طالما نحن ندور خارج الحلبة.